التجربة اللي بقول لحضراتكم عليها، تجربة الإعارات، تجربة مهمة جدا. يعني النادي الأهلي بدأ ينتهج هذا النهج. شفنا إعارات خلال السنين السابقة في الدوري المصري، شفنا في الجونة، وشفنا أكرم توفيق، شفنا محمد شريف لما كان معار إلى إنبي ورجع. دلوقتي ما شاء الله أكرم توفيق بقى العنصر الأساسي أو الباك رايت الأساسي في النادي الأهلي مع محمد هاني، وبنشوف دلوقتي محمد شريف هداف مصر وهداف النادي الأهلي. دي من سياسة الإعارات اللي بدأ النادي الأهلي ينتهجها. بنشوف أحمد ياسر ريان كمان ما شاء الله مكسر الدنيا. إعارة الشباب في سن صغير علشان اكتساب الخبرات. النهاردة برضو اللعب على مستوى أكبر، مستوى احترافي، مستوى أوروبي، زي ما سمعنا ميدو دلوقتي بيقول الريتم نفسه، طريقة اللعب، أسلوب اللعب، رتم اللعب، الضغط والسرعة. طبعا هما ما كانوش يعني الأسلوب ده متعودين عليه. خلال الفترة القادمة لما يبدأوا يتعودوا على النظام ده واللعب ده والاسلوب ده، اكيد هياخدوا خبرات كبيره، ممكن بعدها يرجعوا ويكونوا موجودين في النادي الاهلي. واحنا زي ما اطمنا على ميدو حساب، نروح لواحد برضو من لاعب النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي المحترفين في زيسكوف التشيكي، مصطفى فوزي. مساء الفل يا مصطفى. مساء الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ لا علي صوتك، انت راجل مهاجم. مساء الفل يا كابتن. مبدئيا كل سنه وانت طيب، انا عرفت ان عيد ميلادك النهارده. حبيبي يا كابتن تستحق السلامة، شرف كبير لنا مع حضرتك والله يا كابتن أسامة. طمنا عليك، أخبارك إيه؟ نعم والله الحمد لله يا كابتن. في دمياط دلوقتي ولا فين؟ أه في دمياط في بلدي، كفر الفطيخ. أكلت المشبك؟ أكلت المشبك. طب ما تكترش عشان هترجع تلعب تاني. لا أكيد طبعًا، كل حاجة محسوبة بالوزن هناك. طيب قول لي بقى، طمنا عليك يا مصطفى، ما شاء الله الفترة السابقة يعني متألق، المدير الفني في زيسكوف بيشيد بيك، عامل ماتشات اكثر من رائعه، كمان احرزت اهداف. الحمد لله خير. الحمد لله، الناس يعني في البدايه كده الناس هناك معاملتهم معانا كويسه جدا، الناس كلها بتساعدنا، وده طبعا في البدايه راجع ان احنا طالعين من النادي الاهلي. النادي الاهلي كبرنا جدا والناس بيتعاملوا معانا تعامل كويس عشان خاطر النادي الاهلي. كل حاجه احنا طالبين ناس متوفره لنا، فالحمد لله احنا الحاجات دي بتساعدنا في الملعب ان احنا نبقى كويسين ومتمركزين كويسين، فالحمد لله يعني والشكر لله. النادي الاهلي هناك كبرنا جدا. لعبتوا كم ماتش هناك يا مصطفى؟ لعبنا في حدود تقريبا 7 ماتشات. احرزت اهداف ايه؟ قول لنا بقى عشان الجماهير تعرف كمان. انا الحمد لله احرزت هناك 8 اهداف. منهم 3 في الكاس، وكانوا 2 في الدوري و2 في ودي. كويس قوي، ما شاء الله، ده ارقام ممتازه. المدير الفني بيتكلم معاك بيقول لك ايه؟ هو دايما اهم حاجه هناك السرعه في اللعب. كويس. احنا طبعا يعني ما كناش احنا مفتقدينها لان طريقه اللعب مختلفه. هنا الريتم ابطا شويه، هناك طبعا الضغط والريتم اسرع. بالظبط كده، فهم احنا هنا في مصر بنحضر براحتنا ونطلع كلام من ده بالكوره، انما هناك الكوره سريعه جدا. 1 2 3 لازم توصل للجون بسرعه، فلازم تسرع الريتم بتاعك. فدي اللي كنا مفتقدينها. طبعا الجزء البدني، هم الجزء البدني هناك اعلى جدا، عاليين جدا، فاحنا برضه هم بيشغلنا في الحته البدني دي. بس احنا حاليا الحمد لله يعني بقينا مع الفريق كل حاجه ماشيين معاهم، كل حاجه احنا زينا زي اللي موجود واحسن. انت موجود مع الفريق الاول دلوقتي بصفه مستمره صح كده؟ انا وميدو وبيسو. لا مش مع الفريق الثاني، ولا موجود متمرن مع الفريق الاول؟ ايوه مع الفريق الاول. مع الفريق الاول مظبوط. طب مع الفريق الاول كان عندك اصابه خفيفه خلال الاسبوع اللي فات صح؟ اه الحمد لله الحمد لله. نزلت دلوقتي الحمد لله امور كويسه؟ اه الحمد لله، ولعبت الماتش اللي فات، شاركت الماتش اللي فات. ممتاز الحمد لله. احنا ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا مصطفى، وان شاء الله ترجع بيتك قريب تاني النادي الاهلي بخبرات اكبر وبمستوى افضل ان شاء الله. ربنا يخليك، نتمنى ذلك باذن الله. ده ان شاء الله احنا بنتعب ان شاء الله ونرجع نبقى جزء من النادي الاهلي، لان شرف لينا وكابتن. تمام. في البلد عملوا لك عيد ميلاد ولا لا؟ اه والله حاليا عندي عيد ميلاد. عندك؟ طب نسيبك عشان تكمل احتفالك عيد ميلاد. كل سنه طيب يا مصطفى. سنة طيب، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. يعني دي تجربه مهمه جدا، وهنا دورنا كمان في برنامج الاشبال لازم نطمن على كل ولادنا المعارين سواء في الدوري المصري او خارج الدوري المصري.